السلام عليكم. اليوم حصور لكم فيديو نشرح لكم بيه عن split file عن regression. نبدأ بالsplit file. مثل ما تشوفون هنا صورة table المحصولات، ندوس عليها. هذا هو split file. نجي نختار نوعين، organize output by groups. ننقل مثلا لنيو اور نوت، ننقلها نقول له اوكي. هاي فتح لنا الاوتبوت. نجي هنا نشوف ان التيبلين انفصلت، هذه مجموعه النيو وهذه مجموعه الاولد. نجي هسه نريد نشوف الجراف مفصول، فنجي الى الانالايز ديسكربتيف ستاتستكس فريكوانسيز. نجي نختار مثلا احنا نرسم على الافرج، نختار الافرج على التشارتس هيستوغرامز وذ نورمال كيرف. ندوس له كونتينيو ونقول له اوكي. نجي نفتح الاوتبوت، حنشوف رسمنا هذا الجراف الاول وهذا الجراف الثاني. مثل ما تشوفون جرافين مفصولات واحد عن الاخر. نجي وراها نرجع هنا، راح نسوي هسه العمليه الثانيه هي الريجريشن. قبل ما نبدي نشتغل بها لازم نسوي انه لازم نشيل السبليت فايل. فنجي على السبليت فايل مرت اللخه، نقول انلايز اول كيسز، نقول له اوكي. مثل ما تقولون نقول لكم السبليت فايل اوف. نرجع هنا نبين لكم انه هي بعدها صارت سبليت فايل، بس هي بالحقيقه انفصلت. نجي شو نسوي هسه على الريجريشن. نجي اول شيء انلايز ريجريشن لينير. عندنا نوعين، عندنا اثنين ديبندنت واندبندنت. بالنسبه للديبندنت مثلا حنختار احنا درس الكيمين، الكيمين حيكون هو ديبندنت، بينما الافرج حيكون اندبندنت. ننقل الكيمين، ننقل الافرج، نقول له اوكي. نروح نشوف الاوتبوت مالتنا، نعوف هاي التيبلات اللي فوق، نروح بس على اخر تيبل. احنا عندنا حيكون معادله، المعادله مالتنا حتكون هي عباره عن واي تساوي ان اي زائد بي، البي مضروبه في اكس. هذه هي حتكون الاي وهذه حتكون البي. فاول شيء حناخذ هذه نسوي لها كوبي، ندوس لها كوبي، نرجع هنا حنسوي معادله، نقول له كومبيوت فاريبل. فنبدي المعادله حنسميها واي. اول واحد هو الاي اللي احنا سويناه له كوبي، بس احنا حنجي بس نسوي له بيست. وراها نسوي له زائد، زائدا البي، البي اللي احنا سميناها هنا هذه تكون هي البي. فنجي هنا هذه نسوي لها كوبي، ننقل لهنا راح نسوي لها بيست. البي عندنا ايضا راح نضربها بالاكس، الاكس اللي هي درجه نفس اللي احنا نقلناها بالريجريشن اللي هي درجه الكيمياء، راح نسوي لها في كيمستري، ننقل الكيمستري نقول له اوكي. هذا مثل ما تشوفون صار عندنا الواي هنا هو المعادله مالتنا الناتج مالتها. باي كيك.